في برنامجي الانتخابي أنا قايل إن أولى قراراتي سوف تكون استكمال الهوية المصرية الكاملة لكل أبناء سيناء وأبناء الصحراء الغربية. إذن أنا البرنامج لهذه المنطقة ظاهر في ذهني تماما وواضح وصورته واضحة، ولكن قد أدعي إن أنا لم يتح لي الوقت مع ظروفي التي مريت بها، وهي ظروف يعني عديدة يعني أشغلتني أو أخذت من وقتي الكثير، لم أوفق الحقيقة في زيارة بعض المناطق، وكنت أعي تماما أن هناك في ثغرة في الاتصال ما بيني وبين هذه المناطق.